أهلا بكم من جديد. إحصائيات الجماهير في مباراة الدوري السعودي تشير إلى أن اتحاد جدة الأعلى شعبية. معين السواري. ملح المباريات وسكرها، أو اللاعب الثاني عشر، سميها ما شئت. تعددت الأسماء والنتيجة واحدة، وهي أن مباريات كرة القدم بدون الجماهير تشعر اللاعبين بالغربة والمتابعين بالملل. الدوري السعودي لكرة القدم وصل قطاره إلى المحطة التاسعة. 58 مباراة لعبت حتى الآن، شارك اللاعبين أطراحهم وأفراحهم فيها أكثر من 200,000 متفرج، بمعدل أكثر من 3,500 مشجع لكل مباراة. ما تزال الجولة الرابعة تنفرد بصدارة الترتيب، فهي الأعلى حضورا بين نظيراتها على الأقل حتى الآن، بعد أن تابعها قرابة 40,000 مشجع بمعدل أكثر من 5,300 لكل مباراة، وهو ما يفوق الحد الأدنى من معدل الحضور الذي يشترطه الاتحاد الآسيوي، وهو 5,000 مشجع، والذي تستطيع 4 أندية فقط أن تفاخر بتجاوزها هذا الرقم، وهي أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، بينما يأتي نجران في ذيل قائمة ترتيب معدل الحضور. وتدين الجولة الرابعة بهذا المركز لمباراتين احتشد لمتابعتهما أكثر من نصف جماهير الجولة. مباراة الاتحاد والفيصلي حضرها أكثر من 13,000 مشجع، ومباراة الأهلي وهجر أكثر من 10,000. وإن كان من المفارقات أيضا أن هذه الجولة شهدت أقل حضور جماهيري في البطولة حتى الآن، عندما حضرت جماهير قد تزيد قليلا عن عدد لاعبي الفريقين وجهازهما الفني والإداري، وربما قد يصبح المعدل لاعبا واحدا لكل مشجع، بعد أن حضر مباراة الشعلة ونجران 77 متفرجا فقط. وفي المقابل وعلى صعيد أكثر المباريات جماهيرية، تتصدر القائمة مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة الثانية، وفيها شهد 14,600 مشجع فوز الاتحاد على ضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة. وحاجز 14,000 أيضا تخطته مباراة الجولة الخامسة، عندما حضر 14,160 مشجعا خسارة النصر أمام الهلال ب3 أهداف لهدف. وكما تتصدر الجولة الرابعة قائمة الترتيب الجماهيري، تبرز الثامنة كأقل الجولات حضورا جماهيريا، اتبع مبارياتها من المدرجات 7,000 متفرج فقط. لكنها جولة مظلومة، تجيل مباراتي الاتحاد والفتح والأهلي والاتفاق أثر في أرقام الحضور الجماهيري لها. الجولات القادمة ستغير الترتيب، ويبقى الأمل في تغيير خارطة الحضور الجماهيري للأفضل، إلا أن ذلك يبقى مرهونا بما يقدمه اللاعبون على أرضية الملعب وما يجده الجمهور من وسائل الجذب. معين السواري، العربية. ومن الرياضة التحق بنا الآن بدر الشمري، مدير إدارة التسويق في رابطة دوري المحترفين. بدر، أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. يعني أولا، هل تصادق على هذه الأرقام أو مقاربتها للحقيقة؟ هو بحسب المصدر اللي استقيته. مساء الخير علي، صباح الخير عليك أخوي بتاع، على أخوة المشاهدين مشاهدات. طبعا هو المصدر ما هو رسمي، هو مصدر موقع مستقل. نعم. لكن بالمبدأ راح يكون أكثر 10% أقل 10% يعني. طيب، حتى الآن الدوري السعودي بمعيار الجماهير لا يستحق 4 مقاعد إذن في دوري أبطال آسيا. العبرة بالنهاية، العبرة إن شاء الله بعد نهاية المباراة 182 إن شاء الله. نعم. طيب، أقول لك الكلام هذا بسبب أنه في مباريات كثيرة من النوع الثقيلة والجماهيرية، زي الاتحاد الأهلي، الاتحاد الهلالي، والأهلي والهلال، لم تلعب إلى الآن. طيب بدر، هل يمكن الأخذ بهذه الأرقام، وهي أرقام قريبة جدا جدا من أرقام رابطة دوري المحترفين، هل يمكن الأخذ بها في قياس الشعبية؟ يعني الآن إذا أخذنا هذه الأرقام، الاتحاد هو الأعلى شعبية في السعودية. والله أنا قلت لك، أنت سألتني سؤال هل هذا بيأثر على المعايير، هو ما أقدر أقيس عليه، لأني ما الحين ما يحضرني وش المباريات اللي لعبها الاتحاد، هل كانت أمام جماهير أو مباريات من النوع اللي يكون فيها، ويختلف طريقة التقييم، في ناس يحسبون المباراة يعني هون المباراتين اللي تحمل الرقم القياسي بدر، هي الاتحاد والاتفاق والاتحاد الفيصلي أو الاتحاد الرائد. والله يعني مش مباراة جماهيرية. الفيصلي. أي. صحيح، هي طول العمر أنا أكد إنه في عندنا أندية شعبية بشكل كبير، أحياناً يأثر على حضورها توالي فوز النادي في مباريات معينة. نعم. مسيرته في الدوري،
العام الماضي عانينا في ناديين المفروض أنه كانوا جماهيريين بس كانت نتائجهم ما هي بالمستوى المطلوب فأثرت في الأرقام. جميل. من موسم لموسم يختلف، وهذا إذا تسمح لي أخوي بتال أول مرة نقوله، أنا دائما أطلع معاك أحاول نقول شيء يفيد الناس. إحنا عندنا علم كامل بسبب العزوف الجماهيري، إذا هو هذا سؤالك القادم يعني. بالضبط. هو يا طويل العمر احنا سوينا سيرفي او استبيان، احنا كان ماركتينج ديبارتمنت او قسم تسويق في الرابطه، اخذنا المبادره في الموسم الماضي وحللنا ورحنا سوينا استبيان في الملاعب، كانت في الجوله 25 والجوله 26، حبينا تكون في اخر مباراتين في الموسم بحيث انه الناس تكون اكتملت عندهم التجربه. جميل. ويعطونا رايهم الحقيقي. جميل. المعايير او الكاتيجوريز اللي احنا سالنا الجماهير عنها كانت 13 معيار تقريبا، تتفاوت ما بين حجم وعدد المقاعد، تكرم يكرم السامعين، الدورات المياه نظافتها، المأكولات والمشروبات، حتى التنظيم المروري، حتى موقع الملعب، حتى حالة الطقس إذا هي تأثر بالحضور الجماهيري. إذا يهمكم كان أكبر شيء الناس متضايقين منه اللي هو بنسبة 56% صوتوا أو أعطونا أراهم عليه، أنه هو نوعية المأكولات والمشروبات اللي موجودة في الملعب. 56% من العينة اللي اخترناها في جميع الملاعب قالت أنه سيء، 54% عدد منصات البيع والمأكولات كانت غير كافية. جميل. يليها في المركز الثالث تكرمون نظافة دورات المياه. في المقابل كان من أفضل الأشياء اللي الناس مبسوطين منها اللي هي سعر التذكرة، وهذا شيء مشجع لنا متى ما قدرنا إن شاء الله أنه نغير بيئة الملاعب يكون عندنا مدى أنه نقدر نرفع سعر التذكرة، مع أنه حساس جدا للجماهير. وإحنا في الأول وفي الأخير هو يعود للنادي، النادي هو اللي يحدد سعر التذكرة. جميل. طيب هل يعني بدر متفائلين انتم في بتبقى من الموسم بارتفاع المعدل في ايجاز؟ انا لا احنا ما هو نظرتنا بس موسم موسم، احنا نبغى بعد كلام الامير نواف قبل اسبوعين، ما في اي كلام فوق كلام الامير نواف، حط جدول زمني شهر ونص. جميل. خلونا نشوف بعد شهر ونص ان شاء الله بالتعاون معاهم مع الاخوان في الرئاسه. طيب. اننا ننهض بالمفهوم بشكل عام للمستقبل، مو بس موسم موسم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا بدر الشمري مدير اداره التسويق في رابطه دوري المحترفين السعودي. شكرا بدر، شكرا على هذه التوضيحات. وزع بطاقات حمراء وصفراء، لم يجد الشمراني حلا الا ان يقبله الله ويهدأ. لقطه ختام لعبد الرحمن العروان، وانا القاكم. ها حبيبي مو على بعضك احسك، ها حبيبي خاطري لا تأذي نفسك، من الزعلى من الزعلى مني تزعل، ها حبيبي ابتسم هدي اعصابك، خلي راسك بين يديا وخذ بوسه تصلح مني، كافي تدلل عليا.